زملاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم بلقاء جديد في سلسلتنا الهندسية Engineerstalk. هذا اللقاء 65 مع الدكتور إيليا حنين، بلقاء مهم ومفيد لكل الزملاء المهندسين العاملين بتقوية المباني أو بالتنفيذ. يتحدث هذا اللقاء عن المركبات الإسمنتية في حماية وتقوية العناصر الخرسانية. ما هو دور هذه العناصر؟ ما هي أنواع هذه المركبات؟ ما هي التطبيقات الإنشائية لهذه المركبات الإسمنتية؟ ما هي الاختبارات التي تتم عليها؟ محاضرة غنية ومفيدة مليئة بالمعلومات الجديدة بالهندسة المدنية أو بالمركبات الإسمنتية. يلقيها علينا الدكتور إيليا حنين، كعادته محاضراته دائما فيها الفائدة والجديد في العلم. دكتور إيليا خريج الجامعات المصرية، دكتوراه بالهندسة المدنية من جامعة نبراسكا لينكولن، ستراكشرال انجينير بالولايات المتحدة الأمريكية، بروفيشنال انجينير بي ام بي. له أعمال كثيرة وخبرات كثيرة ودراسات كثيرة في مجال الهندسة الإنشائية. هو عضو لجنة الـ ACI 313، خبير بأعمال بريكاست والحديد. لقاء مهم ومفيد، ننصح جميع الزملاء من له رغبة بمعرفة الجديد بالسيمنتيشيس كومبوزيت أو المركبات الإسمنتية وتقويتها للعناصر الخرسانية. حضور هذه المحاضرة السبت القادم إن شاء الله تاريخ 12/2 كعادتنا الساعة 8 مساء. نلقاكم على خير إن شاء الله مع الدكتور إيليا حنين.